بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا بطلاب الصف الثالث الثانوي ورقم 6 لشرح تبسيط قواعد اللغة الإنجليزية. إن شاء الله مستمرين معاك في المراجعة النهائية للمنهج بتاعك العام 2020 من كتاب جيم فاينل ريفيجن عام 2022. إن شاء الله النهاردة هنبدأ الوحدة 7 و8 وحدات مجمعة في الفوكابلري تحديدا. بدأنا على صفحة 125، بسم الله على بركة الله، ونبدأ بالإعلان الأولاني كي فوكابلري. وأول جملة فيه بيقول لك فيها our an كذا هو عبارة عن someone، شخص ما is someone who is finishing training، اللي أنهى أو اللي بينهي تدريب for a skilled job، لوظيفة تحتاج لمهارة especially by getting، وخصوصا عن طريق الحصول على practical experience، الخبرة العملية of the work، للعمل involved اللي هو بنتضمن. يعني حد بيقول لك ده هو عبارة عن شخص ما بينهي تدريب لوظيفة تحتاج مهارة، خصوصا الوظائف تحتاج مهارات عمليه. طيب المهم ده بيسموه ايه؟ بيسموه انترن. انترن بمعنى متدرب على وظيفه معينه، ولا ترينر مدرب، ولا ليكتشر محاضر، ولا انوفيتور مبدع او مبتكر. اللي بيتدرب عشان وظيفه شاب بنقول عليه انترن. اجابه وحيده، اجابه واحده صحيحه طبعا. اثنين، ذا يانج نوفلست، الروائي الشاب، از ذا برايم. كلمه برايم معناه عامله زي ايه؟ عامله زي اقول لك ايه، برايم مينستر، اللي هو بيقول عليه رئيس الوزراء او الوزير الاول، عايز اقول لك ان هو المرشح الاول يعني. فور ذا ناشونال اوورد، للجائزه القوميه ذيس يير، لهذا العام. طيب نقول عليه امبلوير، امبلوير بمعنى صاحب عمل، كانديديت بمعنى مرشح، فوتر اللي هو مصوت اللي بيدي صوته في الانتخابات، وعندي انترفيور اللي بيجري الحوار. الروائي الشاب ده از ذا برايم كانديديت، هو المرشح الاول. اجابتنا في جمله رقم 2. ابتدى بقول لك فيها The art gallery، المعرض الفني، has our an، ماشي has our an ايه؟ كمل. collection، مجموعة of modern paintings، للرسومات الحديثة أو اللوح الحديثة that are popular today، اللي دلوقتي بقت شائعة أو محبوبة. طيب release معنى أطلق، reflective جاي من الفعل reflective بمعنى يعكس، وreflective بمعنى انعكاسي أو تنفع بمعنى تأملي، impressive بمعنى ذات طابع تأثيري يثير الاعجاب والانبهار والحاجات دي، ولا ريبالسيف واللي المعنى الحرفي ليها منفر او حاجه بغيضه. الارت جاليري عندي بقى امبرسيف كوليكشن، عندي مجموعه مثيره للاعجاب وللجمله بتاعتي. نتحرك مع جمله رقم 4 ونخليها هي عنوان الشاشه. بيقول لك مستر اشرف بوت هيز سن، السيد اشرف وضع ابنه، كمل اوف ذا كومباني، للشركه، وين هي ترافلد ابرود، لما سافر للخارج. طب وضع ابنه ايه؟ للشركه. change معناها يغير، وتيجي بمعنى فك، charge معناها مسؤوليه، وريتشارج يعيد شحن، وتشارجد معناها متهم كذا. طيب الاستاذ اشرف او السيد اشرف وضع ابنه ان تشارج اوف، ان تشارج اوف معناها في موضع المسؤوليه للشركه، يعني كانه هو اللي بيدير الشركه بدلا منه، او هو المسؤول عن الشركه بدلا منه. خمسة بقول لك فيها when they are applying for a job، لما الناس بتكون بتتقدم لوظيفة، some people بعضهم start there، بيبدأ ايه with personal details، بالبيانات الشخصية بتاعته، others put their qualifications first، البعض الآخر بيضع المؤهلات بتاعته الأول. طيب يا ترى ال BSc اللي هي بكالوريوس العلوم، ولا ال ADS اللي هي بيقولوا عليها ما بعد الميلاد أو ميلاديا ودي للتاريخ، ولا الدي في ديز اللي هي صالونات الدي في دي، ولا السي فيز اللي هي بيقولوا عليها السيره الذاتيه؟ هي دي السيره الذاتيه، لان السيره الذاتيه اللي بيستخدمها الناس في تقديم لوظائفهم كطلب لحاق، بيبقى مضمن لطلب اللحاق بتاعه سيره ذاتيه. في بعض الناس تبداها بياناته الشخصيه، الاسم والسن وما اعرفش الكلام من ده، في بعض الناس يحب يبداها بالمؤهلات، ده انا معايا شهاده كذا ومهاره كذا، حاجات زي كده. ستة، teachers complain that، المعلمين بيشتكوا من إني more of their time، المزيد من الوقت بتاعهم، is taken up، بيتم استهلاكه with a work، أي إيه نوع العمل اللي هو بيضيع وقتهم ده، than with teaching، أكتر منه في موضوع التدريس. administrative إداري، يعني إداري يعني يقعد ياخد الغياب ومين جاء ومين راح، الحاجات دي اسمها حاجات إدارية. ولا reflective، وإحنا قلنا reflective بمعنى تأملي، و oppressive جاي من oppressive بمعنى يخدع أو يقهر، و effective بمعنى مؤثر. المدرسين عندهم مشكله ان بيضيع جزء كبير من وقتهم في الحاجات الاداريه، خد الغياب، خد الحضور، مش عارف ايه، الحاجات دي بتضيع وقت التدريس. سبعه، most tourists are amazed by، معظم السائحين amazed معناها مندهشين، اندهاش جديد جدا، منبهرين شديد جدا، منبهرين بايه؟
ستاتوز اوف رمسيس اللي هي رمسيس الثاني، تلاميذ رمسيس الثاني، ات ذا انترنس اوف ابو سمبل تمبل، في معبد، في مدخل بتاع معبد ايه؟ ابو سمبل. طيب ماينور، ماينور معناها حاجه صغيره ضئيله، ايماجينري معناها حاجه خياليه، كلوسل بمعناها الضخم، وعندي تاني معنى ضئيل. طبعا التماثيل بتاعت ابو سمبل، التماثيل بتاعت رمسيس الثاني في مدخل معبد ابو سمبل كلوسل، تماثيل ضخمه وهائله جدا. ثمانيه، وين هيدروجين اند اكسجين مولكيولز، لما ذرات الهيدروجين والاكسجين بيحصل لها ايه؟ تو فورم ووتر، عشان تديني ميه. هيت اند الكتريسيتي، حراره وكهرباء، ار بروديوسد، بتنتج عندها. يبقى هنا الذرات دي بيحصل لها ايه؟ ريفاين، تمام؟ الريفاين اللي عندك انت مصانع التكرير والحاجات دي بتاعت البترول بيسموها ريفاينريز والكلام من ده. طب كومباين بمعنى يتحد، ولا كونتاكت بمعنى يتصل او يتواصل، ولا ديفاين بمعنى يحدد. الذرات بتاعت الاكسجين والهيدروجين، والهيدروجين بيحصل لها كومبينيشن او كومباين، دي كومباين، بتتحد مع بعضها علشان تكون ميه، اثناء الاتحاد ده بتنتج طاقه حراريه وطاقه كهربائيه. حركة الشاشه عشان نقول رقم 9 تكون هي عنوان الشاشه. It would be a، هيبقى كذا، كمل، for Mr. سامح، للسيد سامح، if he lost his job، لو فقد الوظيفه بتاعته. طيب اف حاله تانية متحققه، انا مش عايز قاعده، انا عايز ايه الكلمه او المفرده اللي تناسبه. هي از ماريد وذ تو تشيلدرن، ده راجل متجوز ومعاه طفلين. يبقى هيبقى ايه بقى لو ساب وظيفته؟ سيريموني، مراسم، بنفيت بمعنى فايده، فيستيفال مهرجان، ولا ديزاستر كارثه؟ كارثه، واحد عندي طفلين ومتجوز وما اعرفش ايه، لو وظيفته راحت يبقى كده دي كارثه. 10، ماي اونت وينت باك تو ورك، عمتي عادت للعمل، كمل، ها، when her youngest child، لما طفلها الاصغر، went to school، راح المدرسه، جميل، يبقى رجعت تشتغل بدوام كامل. انا عايز المفهوم ده، دوام كامل يعني اليوم كله. طيب ليجر تايم، ليجر تايم بيقولوا عليه وقت فراغ، سبير تايم برضو وقت فراغ، فول تايم وقت كامل او دوام كامل، يعني تشتغل السبع ايام اللي في الاسبوع اليوم كله، دي اسمه فول تايم. هول تايم دي ترجمه حرفيه يا شباب، دي ترجمه حرفيه. طيب انا عايز فول تايم، ده مصطلح يا شباب، مصطلح معناه دوام كامل او طوال الوقت، اجابتنا في الجمله 10. 11، بتقول ذا دايركتورز اوف فاينانس، المديرين الماليين، المديرين الماليين في مكان، يعني شركه او مكان ما، هنشوف المديرين الماليين، تمام، ومين معاهم؟ هيومن ايه بقى؟ اند بيرسونال، هيومن حاجه هقول لك، واللي هم بتوع الموارد البشريه، ومعاهم مديرين شؤون العاملين، مالهم بقى؟ جوت توجذر، اتجمعوا مع بعض، اتقابلوا، عملوا اجتماع تو ديسكاس ريسنت بروبلمز، عشان يناقشوا المشكلات الحاليه. انا فاضل لي الهيومن ايه؟ الهيومن ريسورسز، اللي هي بقول عليها اللي هم بتوع الموارد البشريه. محدش يقول لي سورسز اللي هي مصادر، مثلا مصادر الطاقه، مصادر الريح، مصادر ده ماليش دعوه بيه. انا بقول لي هيومن ريسورسز، ده مصطلح معناه اللي هم بتوع الموارد البشريه، ده مصطلح ماليش دعوه بيه انا. ان انت تقول لي يا مستر كلمه ريسورسز وسورسز ممكن يكون معناهم، لا، دي عندي مصطلح اسمه هيومن ريسورسز، الموارد البشريه. كلمة sources عندي مصادر الأشياء، زي ما بقول مصدر المية كذا، دي حاجة تانية خالص، بتكلم عن مصادر الأشياء الطبيعية، أنا ماليش دعوة بيها. context تواصل و relationships علاقات، أنا عايز human resources اللي هم الموظفين أو الناس اللي مسؤولين عن حاجة اسمها الموارد البشرية. أنا بقول إيه؟ دكتور مجدي يعقوب's life saving actions، الأفعال اللي بيقوم بيها الدكتور مجدي يعقوب لإنقاذ حياة الناس are a true A، إيه هو اللي صحيح هنا to all of us، لينا كلنا إيه؟ inspiration جاي من inspire بمعنى يلهم، aspiration جاي من aspire بمعنى يطمح، respiration التنفس، واوبريشن بمعنى اجبار واخضاع وظلم وقهر والدين لله. اللي بيعمله دكتور مجدي يعقوب مصدر inspiration، مصدر الهام لينا كلنا. تصور ايه؟ blood pressure ضغط الدم and heart rate شد، ومعدل ضربات القلب، يجب ايه بقى؟ شد بايه؟ لازم نعمل لهم ايه؟ بيفور اوبريشن، قبل العمليات لازم نعمل لهم ايه؟ يا ترى بريست، بريست بمعنى يخضع، جاي من كلمه بريشر، وعندي ميجرد بمعنى يتم قياسها، وريموفد بمعنى يتم ازالتها، وريسيفد يعني يتم تلقيها. ضغط الدم، معدل ضربات القلب لازم تتقاس، ميجرد، شود بي ميجرد، يجب قياسها قبل العمليات. نحرك الشاشة مع العنوان الجديد اللي جاي اهو، خليه هو اللي ظهر قدامنا، vocabulary on reading listening and workbook، وده بدايته مع جملة 14. unfortunately لسوء الحظ I lost، انا فقدت ايه؟ كمل، halfway through the film، halfway بمعنى نص المسافة يعني،
في الفيلم اند ليفت ذا سينما وساب السينما. ده معناه ان قدر جزء من الفيلم ما سابوش كله، فقد ايه، وده خلاه مشي من نص الفيلم. ريكريشن اللي هي المعنى الحرفي ليها الاستجمام، انفستمنت استثمار، انترست اهتمام، وانديفرنس معناها لا مبالاه. هو كده فقد الاهتمام، ما بيش مهتم، حس ان الفيلم كده ما يستاهلش القعده، فراح مشي من نصه. The foreign player has already. اللاعب الأجنبي بالفعل عمل إيه؟ كمل. His desire، رغبته to leave the club، إنه يسيب النادي for a better one، علشان نادي أفضل. طيب. Has already applied، المعنى الحرفي ليها طبق. و detested، المعنى الحرفي ليها يكره. Referred بمعنى يشير إلى، و indicated بمعنى يصرح به. هي دي indicate، كأنه بقول لك ايه، have already mentioned او has already mentioned، ذكر بالفعل او وضح او بين انه فعلا عنده رغبه في انه هو يسيب النادي لنادي اخر. 16 بتقول ايه؟ رامي says that when he was young، رامي بيقول انه لما كان شاب، he never paid، paid هو الترجمه تقول دفع، استنى شويه عشان معناها هيتغير، to his parents advice، عايز اقول لك انه عمره ما كان بيولي اهتمام بنصائح والديه. طب paid ايه؟ intention يعني نيه، activation يعني تنشيط، attention يعني انتباه، reflection بمعنى تأمل، أو تيجي بمعنى من الفعل reflect بمعنى يعكس. رامي never paid attention، عمره ما اهتم، عمره ما انتبه، عمره ما أولى اهتمام. paid attention، pay attention معنى ينتبه، عمره ما كان بينتبه أو بيهتم بنصائح والديه، وللأسف طبعا أكيد خلل دماغه. نتحرك مع الصفحة الجديدة، صفحة 126 عليها الجملة 17، طبعا العنوان واضح قدامنا مش محتاج تعليق. Everyone should share responsibility، كلنا لازم نتشارك في المسؤولية، علشان ايه؟ Our economic، اقتصادي، social، اجتماعي، environmental، بيئي، problems، مشكلات، يبقى على بعضها المشكلات البيئية والاجتماعية والاقتصادية. طب نعمل لها ايه؟ Overcome، نتغلب عليها. Overrule بمعنى يحكم قبضته او السيطره او يحكم على كذا، يحكم مكان يعني، ولا اوفر باي اللي هو الدفع الزياده او زياده في الاجر، ولا اوفر دوس اللي هي جرعه زياده. احنا محتاجين بقى اوفر كم، ان احنا نتغلب على المشكلات اللي ذكرناها. 18 ذا تلفزيون شانل، قناه تلفزيونيه، هاز لوست ا لارج بارت اوف اتس، فقدت جزء كبير من ايه اللي يخصها، سينس منذ تشينجد اتس بروجرامينج، لما غيرت الخريطه البرامجيه بتاعتها. فقدت ايه؟ فقدت الاكتورز بتوعها، الممثلين والاودينس، المتابعين والمشاهدين، ولا وركرز العمال، ولا انيمز الاعداء. اكيد فقدت المتابعين بتوعها اللي مؤمن عليهم اودينس. 19 finding a solution to this problem، ان احنا نلاقي حل للمشكله دي، is one of the greatest، واحد من اعظم ايه؟ فيزد بمعنى واجهها، by science today، بواسطه العلماء في هذه الايام. طيب greatest ايه؟ challenges، تحديات، forces، قوى، changes جاي من الفعل change، يغير، وتنفع تغيرات، وعندي charges جاي بمعنتها. ده واحدة من أعظم التحديات إن إحنا نحل مشكلة. عشان بيقول the new gymnasium in our club، الجيمنازيوم الجديد اللي جابوه في النادي ده، was opened in a simple، تم افتتاحه بإيه بسيط، last week، إيه الشيء البسيط اللي افتتحوه بيه؟ funeral، مراسم العزاء أو الجنازة يعني، ceremony بمعنى احتفال أو مراسم احتفال، وعندي ديسبيوت بمعنى نزاع، وارجمنت بمعنى جدال. اتعمل له سيريموني، سيريموني مراسم، هنا والمراسم دي مراسم احتفاليه، كانت بسيطه. الجمله واحد شو بيقول لك فيها، ماي انكل از ا بروفيسور ان ذا انجلش، عمي استاذ جامعي في الانجلش، ايه ات كان يونيفرستي، جامعه القاهره. ديفيجن، ديفيجن المعنى الحرفي ليها قسم، لما انت تجيب حاجه وتقطعها كده ولا خد القسم بتاعك. سيكشن بمعنى قطاع، بارت بمعنى جزء، ديبارتمنت معناها قسم، زي قسم اللغه الانجليزيه، قسم اللغه الالمانيه، قسم العلوم، قسم مش عارف ايه، ادي كلمه ديبارتمنت خدناها اجابه. نحرك الشاشه شويه عشان تبقى جمله 22 هي عنوانها. وبيقول لك فيها ذا يونج وومنز، ايه اللي له علاقه بالسيده الشابه؟ اند تيم ورك، وفريق العمل، سكيلز، مهارات اللي لها علاقه بالعمل يعني. كونفنسد اس، اقنعتنا اني، ذات شي اوز بيرفكت، انها بيرفكت بمعنى تمام يعني، فور ذا جوب، ان هي عايز اقول لك ان هي يعني هي الصالحه للوظيفه. طيب ايه بقى؟ ديفيوجن ولا ديتكشن ولا ديترمينيشن ولا اليوجن؟
طيب هو ايه اللي يخص السيده دي وكان حاجه دي ميزه كويسه خلتنا اقتنعنا؟ ديترمينيشن. ديترمينيشن بمعنى اصرارها وعزيمتها بالاضافه لمهاراتها العمليه في العمل الجماعي اللي اقنعتنا بيها. في 23 بقول لك في ذا اثليتس فايت تو اوفركم هير، الكفاح اللي عملته او النضال اللي ناضلته الرياضيه دي انها تتغلب على ايه؟ made her a role model، جعل منها نموذج يحتذى به for millions of people، لملايين الناس. ايه؟ ability قدرة، تغلب على القدرة؟ لا. disability إعاقة، responsibility مسؤولية، capability قدرة وإمكانية؟ لا، هي بقى بتتغلب على الديسابيليتي اللي عندها. 24 you don't seem very، أنت لا تبدو إيه جدا؟ about the party، عن الحفلة، بص حفلة، don't you want to go tonight؟ أنت مش عايز تروح النهاردة؟ طب يبقى شكلك كده باين عليك مش إيه؟ enthusiastic متحمس، hateful hateful يعني عندي كراهية شديدة، affectionate يعني حنون ليه العلاقة بالعواطف والحاجات دي، ولا fortunate بمعنى محظوظ، لا أو تنفع بمعنى ثري برضو. هنا you don't seem very enthusiastic، شكلك كده مش متحمس للحكاية ومش عايز تروح الحفلة. 25 بتقول the 12 ال 12 ايه of the singing contest اللي هي مسابقة الغناء were chosen، تم اختيارهم from more، من اكتر من from more than، اكتر من 250 بقى entries from across the country. طيب عايز اقول لك ان هم اختاروهم من اكتر من 250 من اللي من البلد كلها. طيب designers مصممين، councils جمع كلمة council هو المجلس، و judges بمعنى قضاة، ولا فاينالست اللي هم بيوصلوا لادوار نهائيه. فاينالست اللي هم بيوصلوا لادوار نهائيه. 16 بيقول لك ايه؟ ماي براذر اخويا ماله بقى ان فيزيكس في الفيزياء، فروم كان يونيفرستي من جامعه القاهره، اند بيكيم ا بروفيسور واصبح استاذ جامعي. طيب جراديويتد تخرج، ولا ليفت ترك، ولا جريدد، جريدد بمعنى صنف حط فيه يقول لك مستوى اول مستوى ثاني، ولا ديتكتد جاي من الفعل ديتكت بمعنى يتحرى، وهنا ديتكت بمعنى بيان شيء او كشفه. طيب ماي براذر جراديويتد ان فيزيكس، تخرج في قسم الفيزياء، اجابتنا في الجمله 26. 27 بتقول last month bad weather، الطقس السيء في الشهر الماضي was can for the crop failure، للفشل اللي حصل في المحصول، عايز اقول لك للخساره يعني اللي حصل. يا ترى كانت ايه بقى؟ feasible، كلمه feasible بمعنى مناسب او ملائم، ولا desirable مرغوب، ولا reusable بمعنى شيء يمكن استخدامه إعادة استخدامه، ولا responsible هي دي responsible responsible for. عايز أقول إن الطقس السيء الشهر الماضي كان مسؤول عن المشكلة اللي حصلت في المحصول وخسارته. نتحرك مع الشاشة والجملة 28 هي العنوان. The new clerk had to give، الموظف الجديد كان يتحتم عليه إن هو يعطي إيه أو يعمل إيه. ما احنا عايزين نشوف جيف دي معناها يعطي ولا يقوم بعمل كذا، نصبر. About his work، عن العمل بتاعه، to the board of directors. بورد هنا يا شباب بمعنى لجنة، مش بمعنى شيء عريض ولا حاجة. طيب الموظف الجديد لازم يعمل ايه قدام اللجنة دي؟ invitation دعوة، presentation تقديم، innovation ابتكار، ولا display يعمل عرض. لازم يعمل presentation. presentation دي شباب اللي بيقولوا عليها العروض التقديمية، ودي اللي من خلالها اللي بيقوم بعملية البرزنتيشن بيقدم مجموعة معلومات، شروحات، تفاصيل لشيء معين. 29 The young sportsman، الرياضي الشاب، was injured، أصيب، while attempting، أثناء محاولته to bench press. bench press ده نوع من أنواع رياضة رفع الأثقال يا شباب، وبنش هنا بمعناها بيبقى مستلقي هو على ظهره أو على بنش معين كده، وبيرفع ثقل معين لأعلى. فإن الثقل اللي بيرفعه 530 كيلوز، وزنه 530 كيلو جرام، إن آ أور آن كومبيتيشن، كومبيتيشن معناها منافسة. طيب أنا قلت والله بالعربي اللي إحنا عايزينه إيه يعني؟ ده بيرفع أثقال، يبقى ده شغلته أو الحاجة اللي هو شغال عليها حاجة اسمها رفع، أو بيقول عليها ألعاب القوة، مش القوة لأن القوة اللي هي الرننج والجامبنج والكلام ده. أثليتكس اللي هي الألعاب الرياضية عموما، جامبلينج اللي هو الأمار ربنا يعافينا، ولا باور ليفتنج اللي هي قلنا عليها اللي هي رياضه من رياضات القوه، القوه البدنيه طبعا، وهي هوكي. باور ليفتنج، باور ليفتنج اللي هي بيقولوا عليها رياضه القوه، العاب القوه مش القوه باليه، لا دي تاء مربوطه.
30 بتقول teachers and parents أولياء الأمور والمدرسين مالهم must إيه؟ students الطلاب to take charge of their own learning، إن هم يبقوا مسؤولين عن التعلم بتاعهم. طيب يا ترى بقى manipulate يعني المعنى الحرف ليها يتلاعب cultivate يحرص anticipate بمعنى يحبط و motivate يحفز، هي دي motivate يحفز يدي دافعية. المدرسين والآباء لازم يدوا دافعية للطلبة إنهم يكونوا مسؤولين عن نفسهم في التعليم. 31 this opera was first. الأوبرا ده هي أول، عايز أقول لك أول عرض ليها أو أول تأدية ليها. طيب in the 1929-22 في العام 1998 by a professional band بفرقة بواسطة فرقة محترفة. طيب was first performed تم أدائها ولا operated جاي من operate يشغل، pretend جاي من pretend يتظاهر، processed جاي من process بمعنى يوضع شيء للمعالجة والكلام ده، ولذلك عندك كمبيوتر بيسموه process في processor في الكمبيوتر بيقول عليه المعالج. طب المسرحية بيحصل لها performance يا شباب، فناخد لها performed إجابة واحدة. Another one. Parents should try to create. الوالدين يجب عليهم ان هم يحاولوا ان هم يخلقوا. هنا كريت بمعنى يوجد شيء او يخليه او يخلقه يعني. Of calm من الهدوء and security والامان for the children لابنائهم. طيب اللي محتاجين يخلقوه الاباء لابنائهم من الهدوء والامان ايه؟ affection عاطفة، weather طقس، temperature درجة حرارة، atmosphere اللي هو بيقول عليه الغلاف الجوي بس المقصود بها المناخ. المناخ هنا مش حاجة مادية، حاجة معنوية يا شباب. يعني يهيئ لأبنائهم الأبوين يعني يهيئوا لأبنائهم المناخ البيئة اللي هي فيها هدوء وأمان يقدروا يتعلموا فيها أو يقدروا يتربوا فيها. 33 My grandfather owned a big house. جدي يمتلك أو كان بيمتلك، والجملة هنا واخدة شكل الماضي، بيت كبير big house with our and اللي كان في البيت ده garden حديقة which had beautiful flowers كان فيها زهور جميلة جدا. طيب البيت بتاع الجد ده كان ايه مواصفاته؟ attractive جذاب ولا reflective تأملي ولا diffusive اللي هي معنى حرف ليها ناشر ولا repulsive اللي احنا قلنا عليها من شوية منفر. البيت بتاع الجد كان attractive بمعنى جذاب. نحرك الشاشة علشان تبقى جملة 34 عنوان الصفحة بتاعتنا ونشوف معاها كمان الصفحة الجديدة. I love working abroad، أنا أحب العمل بالخارج and meeting people from different ومقابلة ناس من إيه مختلف. Sides جوانب، customs عادات جماعية، actions أفعال أو حركات، cultures ثقافات. طالما بيقول لك abroad يعني معناها بره البلد كلها، يعني كأنه بيقول بره مصر مثلا، يبقى أنت كده بتروح تشوف cultures جديدة، ثقافات متباينة، لأن مهما جبت مصر من شمالها لجنوبها هتلاقي المصريين إن كانوا عايشين في اسكندرية ولا في أسوان الثقافة بتاعتهم يغلب عليها طابع واحد، يعني متألفين بنسبة 90%. لكن عشان أشوف ثقافات جديدة خلاص بند لازم تطلع بره البلد. 35 driving instructions تعليمات القيادة should يجب إيه؟ new movements حركات جديدة before letting the class try them قبل ما يدي فرصة للفصل ان هو ايه يقوم بمحاولته. avoid يتجنب، demonstrate بمعنى يبين يوضح، overlook يتخطى يتجاهل يتغاضى عن، و evade بمعنى يتجنب. لا التعليمات لازم يحصل لها بقى demonstration توضيح وتفسير اكتر. نحرك الشاشة عشان يبقى الصفحة للجملة 36 على صفحة 127 ظاهرة قدام. There are explanatory notes هناك ملحوظات توضيحية with the مع ايه about the respiratory system مع النظام التنفسي page 20 على صفحة 20. طيب ايه search يبحث، painting لوحة رسمة، diagram بيقولوا عليه نموذج توضيحي او رسم توضيحي، وعندي research بمعنى بحث. طيب اللي هم عاملينه في respiratory system عاملين diagram رسم توضيحي. 27 What disabled athletes اللي هم الرياضيين المعاقين need is اللي محتاجينه هو the suitable ملائم ايه ملائم؟ add an opportunity وفرصة to prove themselves ان هم ايه يثبتوا نفسهم. طب محتاجين ايه؟ suitable ايه؟ facilities تسهيلات، abilities امكانات او قدرات، values قيم، departments اقسام،
هم محتاجين فاسيلتيز، محتاجين تسهيلات. 38 عادل هاد تو دو ا لانجويج كورس، كان يتحتم على عادل ان يقوم باخذ مقرر في اللغه. كمل ليه؟ تو ايه؟ هاز انجلش لونز بتاعته ان جيت ا بيتر جوب، ويحصل وظيفه افضل. طيب ريموف يزيل ولا ري بروف بمعنى يوبخ، ولا بروف يبرهن او يثبت، ولا بروف يحسن؟ هي دي بروف يحسن، اجابتنا في 38. 39 اجو تيتشر، المعلم الجيد از ذا وان هو اللي هو اللي هو اللي تمام اكتفلي جيت هيز ستودنتس، بنشاط بيجعل الطلبه بتوعه ان ذا ليرنينج بروسيس، في العمليه التعليميه اكيد بيشاركوا او يبقوا متضمنين. طب انتند، انتندد نوى، انفولفد بمعنى مشارك في، عايز اقول لك او جزء من العمليه التعليميه او متداخلين فيها. كونتين هنا بمعنى احتوى، وديسيزد ديسيدد ديسيدد المعنى الحرف ليها ازال البذور، لان عندك انت سيد ايه يضع البذور، ديسيد يضع يزيل البذور. طيب المعلم الجيد او المعلم النشط هو اللي يخلي الطلبه بتوع انفولفد بمعنى مشاركين موجودين جزء اساسي في الليرنينج بروسيس. 40 the professor had to cancel his last، الاستاذ الجامعه تحتم عليه انه يلغي ايه اخر ايه، because he traveled abroad، لانه سافر. طب بيلغي ايه؟ ريبورت تقرير، بلاي مسرحيه، ليكتشر محاضره، بارتي حفله. لا هيلغي المحاضره استاذ جامعه. 41 she has an excellent، عندها ايه ممتاز، for names للاسامي، she can remember names، ممكن تتذكر اسماء people الناس، she met even once اللي قابلتهم مره، يعني لو قابلت حد مره تتذكر اسمه. يبقى مواصفات الذاكره بتاعتها للاسماء ايه؟ اكسلنت ايه؟ انا قلت الكلمه على فكره، ميموري ذاكره، سوفونير هديه تذكاريه، ديترمينيشن بمعنى عزيمه او اصرار، و دي فايس تمام؟ هي عندها اكسلنت ميموري، عندها ذاكره جيده للاسامي. 42 بتقول ذا تيم از، الفريق ماله بقى؟ باي جي في سي، ده اسم شركة يا شباب. So the players were، وذلك اللاعبين كانوا بيرتدوا the letters J V C on their shirts، الحروف دي زي ما انت شايفها كابتر كده على الأقمصة بتاعته. طيب يبقى هما كده كانوا ايه؟ عايز اقول لك كان بترعاهم او الكفيل بتاعهم زي ما بيقولوا. طيب rejected جاي من reject يرفض، sponsored sponsored بمعنى يرعى او يكفل، opposed عرضة، و devised جاي من device بمعنى يبتكر وحيل والحاجات دي. الفريق كان سبونسرد بواسطه الشركه جي في سي. تدمر هي فاوند ات ا لوت مور ديفيكولت، وجد انه صعب تو جيت جوب، انه يحصل على وظيفه، ذان هي ات وود بي، عايز اقول لك اكتر ما كان متوقع. طيب امبوزد جاي من امبوز تمام بمعنى يفرض شيء. عندي بروبوزد جايه من بروبوز يقترح، سبوزد جاي من سبوز يفترض، deceased جاي من deceased يموت، دي معناها متوفى. هو المشكلة ان الوظيفة صعوبتها كانت اكتر مما كان يفترض. supposed. 44 محمد صلاح has ايه بقى؟ are fully appreciated، بتقدر تقدير كام وتام. in the Egyptian team، في الفريق المصري and ليفربول كمان. طب ايه اللي بيقدروه لمحمد صلاح؟ relatives قرايبه، marks علامة صح، بوينتس نقاط، ولا تالنتس مواهب؟ اه هي دي المواهب بتاعته مقدره، سواء كانت في المنتخب او كانت في فريقه اللي بيلعب فيه. الجمله 45 بيقول لك فيها بولدينج ذا نيو بريدج، بناء الكوبري الجديد، واز ديستربينج بيبول، كان بيزعج الناس، ان ذا يوجوالي كوايت اريا، يوجوالي وايت كوايت معناها هادي، ايه اريا بقى؟ ايه اللي فاضي كده؟ هوستل عدائي، ريموت نائي، ريزيدنتيال بمعنى سكني، unattended جاي من attend يحضر، unattended معناها مفيش حضور لي. طيب الـ هنا المنطقة بقى quiet residential area، المنطقة السكنية اللي كانت تتميز بالهدوء، فأعمال الكوبري كانت مضايقة. He works in the، هو يعمل في department، قسم of the company، الشركة. طب بيشتغل في قسم ايه؟ solar شمسي، sales مبيعات، seller بائع، solo فردي، in the sales department في قسم المبيعات. 47 هذا فراغ ذا بيرسون، هذا عباره عن شخص ورا كومباني او شركه، ذات بتدوس بوكس، بتنتج الكتب، مجازيز المجلات، اتسيتا الخ،
and makes them available for people to buy، وبتجعل منها شيء متاح للناس ان هم يشتروا. مين ده؟ ده بيقول عليه publisher، الناشر. printer اللي هي آلة الطبع، designer مصمم، detective يعني مخبر. publisher ناشر، إجابة واحدة صحيحة. نحرك الشاشة عشان تبقى جملة رقم 48 هي عنوانها، واللي بيقول لك فيها A sun cream gives your skin. sun cream اللي هي كريمات الشمس يا شباب، بتدي الجلد بتاعك ايه؟ layer، طبقة، against the sun's harmful rays، ضد أشعة الشمس الضارة. بتديها طبقة ايه؟ defective، جاء من كلمة defective بمعنى عيب في شيء. oppressive، جاء من oppress بمعنى يخضع، يخضع شيء، يظلمه، يقهره. protective معناها وقائي، أو جاء من كلمة protect يحمي، بطبقة واقية أو حامية. وعندي ديتكتيف جاي من كلمة ديتكت يتحرى، والديتكتيف ده معناها متحري اللي بقول عليه مخبر. طيب هنا بتديك بروتكتيف لاير، طبقة واقية، طبقة حامية ضد أشعة الشمس الضارة. 49 ذا كوتش، المدرب سداد قال إني نو وان وود بي، ولا واحد إيه؟ ولا واحد هيحصل له إيه؟ وين هي سيلكتد، لما يجي يختار نيو بلايرز، لاعبين جدد فور ذا تيم للفريق. طيب ولا واحد هيحصل له إيه؟ اتندد يحضر، overlooked يعني يتم تجاهله، ولا respected اللي هو جاي من يحترم، ولا valued يقدر. لا، مفيش حد هيتم تجاهله، يعني كل الناس هتنزل في القائمه. 50 دول multiplication. multiplication اللي هو التضعيف، تضعيف الشيء، ان انت تزوده تخليه اكتر، يعني تضرب الارقام في بعضيها. من الاخر يعني اذا list هو عباره عن قائمه that shows، بتبين the results of multiplying، نتيجه تضعيف one number، رقم by a set of other numbers، بواسطة سلسلة من أرقام أخرى، اللي هو جدول الضرب من الآخر. usually from 1 to 12، من 1 ل 12. used especially by children at school، بيستخدموه للأطفال الصغيرين. كلمة table بمعنى جدول، عشان تبقى multiplication table. الله، خدتها إجابة يا مستر؟ خدتها إجابة. column معناها عمود، passage معناها ممر، passage ممر، ومسج معناها رسالة. تمام، وكلمة باسج برضو تنفع قطع، نفس الكلمة. المهم ان عندي حاجة اسمها multiplication table اللي بيقولوا عليه جدول الضرب، وده شرحه في الجملة اللي احنا شفناها. 51 despite receiving little support، على الرغم من تلقي الدعم، دعم قليل. the women are، النساء مالهم بقى؟ with their campaign، مع الحملة بتاعتهم to fight inequality، لمحاربة عدم المساواة. with men at work، مع الرجال في العمل. طيب protecting يحمي، preserving بمعنى يحمي او يحافظ على او يصون. خد بالك من دي، persevering. persevering، persevering هنا بمعنى يثابر، يواظب، الحاجات دي. وignoring بمعنى يتجاهل. عايز اقول لك ان السيدات برغم الدعم البسيط اللي بيتلقوه لا زالوا مثابرين في الحمله بتاعتهم ضد عدم المساواه مع الرجال في العمل. طيب وانا والله قلت قبل كده، طب والله ده احنا اللي عايزين نستوي بيهم يا جماعه. طب 52 ماي فريند وليد جوت تو ليتل، صديق وليد حصل على ايه قليل جدا with children، او عندي ايه بقى قليل جدا مع الاطفال with children that he cannot be a teacher، لدرجه ان هو مش ممكن يشتغل مدرس. طيب عنده respiration، respiration اللي هو بتاع التنفس ده، اللي هو نظام التنفس. emotion يعني عاطفه. importance اهتمام، وpatience صبر. بيشنس، ما عندوش صبر مع الاطفال الصغيرين، ولذلك ما ينفعش يشتغل مدرس. 53 بدل فراغ ذا سيريس انفكشس ديزيز، كذا عباره عن مرض معدي خطير، ربنا يعافينا. ذات موستلي افكت شيلدرن، بيصيب الاطفال تحديدا، ربنا يعافينا جميعا ويعافي كل اطفالنا طبعا. الديستريز ماسلز، للاسف بتدمر العضلات. اند كان كوز باراليزس، اللي هو بيقولوا عليه الشلل، ربنا يعافينا. طب ايه ده؟ كانسر، سرطان، ربنا يعافينا. دايبتس، السكري، ربنا يعافينا. بوليو، مرض الشلل، ربنا يعافينا. والملاريا، ربنا يعافينا طبعا من جميع امراض الشباب. بوليو اللي هو الشلل، ربنا يعافينا، وشلل الاطفال تحديدا، ربنا يعافينا يا شباب من كل الامراض، احنا واولادنا جميعا ان شاء الله واهالينا كلهم. طب نتحرك مع الصفحه الجديده 128 عشان نروح ل expressions، idioms، prepositions، derivative، synonyms and antonyms، وكمان مع notes of vocabulary. في 54 البدايه بيقول لك the savings we could make، المدخرات اللي احنا ممكن نعملها، احنا ممكن نوفر حاجة. طيب both in، في كلا كذا، of time and money، الوقت والمال، ولا acceptable يعني حاجة مقبول. طيب يقول لك بقى in terms of،
في مجالي كذا، ولا ترام اللي هو الترام اللي كان موجود عندك في القاهره، انت هتشوف بقى ترام ده حاجه شبه المترو كده. تس اختبارات شهريه، ولا ادفانسز، جاي من كلمه ادفانس معنى تقدم، بمعنى اللي هي مقدمه من الحاجات دي، ولكن ادفانس معناها مقدمه. طيب لا، ان تيرمز اوف، في مجالي الوقت والمال. 55 unfortunately لسوء الحظ many people fail to take، العديد من الناس فشل في ان هم take the necessary، ان هم ياخدوا ايه اللي ضروري to avoid infection of COVID 19، علشان يتجنبوا العدوى بتاعت الكوفيد 19، ربنا يعافينا. طيب ايه اللي هم كانوا محتاجين ياخدوه ضروري؟ measures بمعنى مقاييس او معايير، ولا precautions اللي بيقولوا عليها الاحتياطات الاحترازيه او الاجراءات الاحترازيه، ولا rules قواعد، ولا laws قوانين. precautions اجراءات احترازيه. 56 text book writing، كتابه النصوص، can be an intellectually، يمكن لها ان تكون من الناحيه العقليه financial، من الناحيه الماليه activity. ايه مواصفاتها؟ انها reward يكافئ، مكافاه غير رسميه reward تكافئ، rewarding مجزي. يعني ايه مجزي؟ يعني جايبه همها زي ما بيقولوا كده، قاعدين بقربها لك. rewardless مفيش فيها مكافأة، لا rewarding activity، بمعنى ان الواحد يكتب نصوص معينة او يؤلف او يقدر ينزل افكاره في حاجة، دي من الناحية العقلية ومن الناحية المالية شيء مجزي. 57 the lecture was complicated and difficult to follow، المحاضرة كانت من هي لبس التنين complicated، معقدة وصعبة ان الواحد يتابعها. طب the word complicated is the opposite، عكسها ايه؟ complex معقد، simple بسيط، advanced متقدم، elaborate المعنى الحرفي ليها مفصل او دقيق. كلمة complicated عكسها simple. نحرك الشاشة عشان تبقى الجملة. 58 هي عنوانها، واللي بيقول لك فيها the director pays his decision about firing the secretary. عايز اقول ايه؟ عايز اقول لك القاعده اللي بنى عليها رئيس العمل ده المدير قراره في فصل السكرتيره ايه؟ trusted reports، يعني بيقول عليها تقارير موثوقه about her work. طيب ماشي، نقول ايه بقى؟ in ولا for ولا on ولا about on؟ تمام؟ عشان تبقى the director base his decision on. تمام كده؟ بمعنى كان واضع القاعدة أو بنى أو اعتمد في القرار بتاعه على كذا. الجملة 59 بيقول لك فيها we have، إحنا هنصبر شوية بـ have دي themselves a number of goals to achieve by the end of the month. طيب we إحنا ومضارع تام أهو بأنفسهم مجموعة من الأهداف لكي ينجزوها مع نهاية الشهر. إيه؟ الشهر نهاية الشهر. طيب نجيب بقى الكلمات المتاحة. despised جاء من الفعل despise بمعنى يحتقر أو يزدري. decreased جاء من الفعل decrease ينقص. did الماضي من دون فعل. set بمعنى يحدد أو يضع أهداف. أهي we have set themselves، we have set themselves a number of، يعني احنا جعلناه يعملوا مجموعة أهداف يحققوها مع نهاية الشهر. 60 the government had to raise، الحكومة كان بيتحتم عليها انها ترفع ايه؟ the كذا of the metro للمترو to be able، عشان تكون قادرة to provide better service، عشان توفر خدمة افضل. طب رفعت ايه للمترو؟ fair اجرة اللي هي اجرة التذاكر، تمن تذكرة يعني، value قيمة، cost تكلفة، وعندي فيه بمعنى اتعاب المحاماة والاطباء والحاجات دي. اللي بتدفع في تذكرة المترو اسمه fair يا شباب، اسمه اجرة. 61 neither one of us، ولا واحد فينا، is particularly interested in gardening، مهتم بموضوع ايه؟ الجناين والحاجات. طيب the verb particularly، احنا قلنا particularly بمعنى على وجه الخصوص او تحديدا زي ما بيقولوا، similar in meaning to the verb، مشابه كده لمين؟ usually معناها عادة. طيب especially معناها خاصة، strangely بطريقة غريبة، totally في المجموع او في الاجمال، particularly زيها زي specially.
62 ذا اتشيفمنتس اوف ايجيبشن بارالمبيك اثليتس، الانجازات اللي حققها ابطال مصر في اللي هي المعاقين الرياضيين المعاقين are inspiring، تمثل عنصر الهام. ايه حرف الجر؟ all sports men، كل الرياضيين من الرجال and sports women ومن النساء. ايه حرف الجر بتاع inspiring all؟ ايه؟ in at for of inspiring for all، بمعنى ملهمة للكل. نحرك الشاشة عشان تبقى جملة 63 هي عنوانها واللي بيقول لك فيها nowadays، في هذه الأيام farmers المزارعين are using some quite advanced technology، بيستخدموا بعض التكنولوجيا المتقدمة طبعا في الزراعة. The antonym عايز antonym عايز مضاد بقى of the adjective advanced، عايز مضاد متطور عكس الحاجة إنها تبقى متطورة، تبقى إيه؟ strange غريبة، arrogant متغطرس متعجرف، إنسان كده مش شايف حد قدامه. developed معناها متطور، common معناها شائع، يعني ايه شائع؟ يعني حاجة عادية كده مفيش فيها أي نوع من أنواع التقدم ولا الابتكار، هي دي common عكس advanced. 64 visiting the monuments of Luxor، زيارة آثار الأقصر عند أسوان وأسوان left a good، تركت إيه جيد؟ all that works على السائحين، إيه اللي كان جيد؟ impress جايه impress هنا بمعنى يدي انطباع، تمام؟ impression بمعنى انطباع، impressed بمعنى اثر، وimpressive شيء مؤثر ويثير المشاعر والحاجات دي. تركت جود impression، انا عايز النون هنا، انطباع جيد. 65 we used to، طيب احنا اعتدنا على many activities، انشطه عديده، when we were لما كنا in primary school في مدرسه ابتدائيه، which as fun and useful for us، كانت بتدينا نوع من الايه الترفيه زي ما بيقولوا، وكمان كانت مفيده. طيب device بمعنى يبتكر، حيله تقنيه، make المعنى الحرف ليها يصنع، do المعنى الحرف ليها يفعل، وrefuse بمعنى يرفض. انا مع الف مع ال مع ال we used to الكلمه activities استخدم معها الفعل do activities معنى يقوم بفعل مجموعه من الانشطه. انا هحرك الشاشه شويه بس عشان انت بقى تشوف رقم الصفحه اللي احنا شغالين عليها. في حد بيزعل لما اقول نشوف رقم الصفحه، يقول لي مستر طب ما احنا شغالين معاك واحنا تاهين. ويقول له يا سيدي تزعلش، خليني انا اللي ممكن انسى الصفحه اللي احنا شغالين عليها، تزعلش مني يا سيدي، خليني انا اللي بنسى الصفحه مش انت. طيب نجيب محفوظ was one of the most significant writers، نجيب محفوظ كان واحد من اكثر الكتاب، اللي هو كلمه significant معناها شيء له دلاله. طيب هنا المهم نكمل الجملة وبعدين نرجع للترجمة of the last century. طيب significant هنا المعنى الحرفي اللي هو عايز يوصل لها انه كاتب مهم، ليه تأثيره، حاجة زي كده. طيب ايه المرادف لكلمة significant؟ significant احنا قلنا ايه؟ كاتب له دلالة، ليه دلالة، حاجة اللي هي significance ليها دلالة كده، بقى يعتبر ايه بقى؟ يعتبر important، هام. minor معناها حاجة مصغرة، trivial يعني حاجة تافهة، option معناها شيء اختياري يعني يا تاخده يا تسيبه. لا هنا بقى كده significant تساوي important. 67 I have got a، ماشي انا عندي كم، to see the dentist، اشوف الدكتور الاسنان at 2 o'clock الساعه 2، but I think I'll miss it، والله بيتهيألي الميعاد ده هيفوتني. يبقى هو عنده ايه؟ عنده ميعاد مع طبيب الاسنان، interview مقابله الوظيفه، conference مؤتمر يحضروا دكاتره اقتصاديين مش عارف ايه، meeting اجتماع مع موظفين في الشركه في المدرسه في المصنع، appointment موعد بتاخده مع حد. هو خد ميعاد مع دكتور الاسنان بس شكل الميعاد هيضيع. 68 بتقول a new archaeological، archaeological معناها اثري، حاجه لها علاقه بالاثار، which include يتضمن a great tomb، مقبره عظيمه، has been discovered تم اكتشافها in Luxor Lady في الاقصر مؤخرا. view المنظر اللي انت بتشوفه من بلكونه بتاع، منظر يكون جميل كده وحلو. سايت تيجي بمعنى القدره على الابصار والرؤيه، انك انت تشوف. سايت موقع او مكان، وسينري اللي هو المناظر الطبيعيه. طيب a new archaeological site، موقع اثري جديد. 69 shouldn't be out، الاطفال لا يجب ان يكونوا ايه في الخارج، كمل. their own معناها لوحدهم، at a late time of night، وقت متاخر بالليل. طيب shouldn't be out ايه بقى؟ at their own on their own in of، shouldn't be out
on their own، يعني أطفال لا يجب أن يتركوا خارج المنزل بمفردهم. on their own معناها لوحدهم، يعني من غير حد بيكون معاهم. 70. I was looking for a birthday. أنا كنت بدور على إيه له علاقة بالبيرثداي. For my mother لوالدتي، but I didn't find anything suitable، لكن ما لقيتش حاجة مناسبة. بدور على إيه لوالدته؟ present هدية، prize جايزة، reward مكافأة، أو award مكافأة. هيدور لها على present هدية. الله، طب ما خدش prize جايزة. الله، برايز هي والدته فازت في مسابقة فبديها جايزة. طيب ريورد معناها مكافأة، بس المكافأة هنا غير رسمية. أورد مكافأة رسمية. هدية عيد الميلاد اسمها بريزنت. كده شوية كنت على الفوكابلري اللي كان جاي على الوحدة 7 و8 مجمعة. إن شاء الله انتظرنا في مزيد من فيديوهات مراجعة المنهج بتاعك إن شاء الله مع معلم خبير لغة إنجليزية مستر عزت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.